الوصول إلى أمن الغذائي في العراق نحتاج قانون، ونحتاج أيضا استراتيجية، يعني حكومة تقوم بإصدار خطة استراتيجية في كيفية مثلا تشجيع الإنتاج الوطني، تشجيع الزراعة، دعم الزراعي، ومشاكل حل مشاكل المياه، وأيضا محاولة التصنيع الغذائي، مثلا كيف حكومة تشجع التصنيع الغذائي وأيضا الصناعة بشكل عام. اگر تعمی فلاح که گازی بود گاته پینی باته توی باته جوگای براششه با او، یعنی ام زعمانی که براسی اشی ناخو زور با قوته بید لپینجون حتا بسره اگر حکومت دعمی بکه دعمی فلاح که یعنی هیچ مواتش هیچ غلاتی کمان نه.